كما كان مقررا اليوم مثل المتهمة والعائلة ديال أنوار رحمه الله وبعض الأصدقاء دياله أمام قاضي التحقيق. لكن اليوم كانت وقعت واحد المشكلة، وهي أن الجلسة ديال اليوم تزامنت مع الإضراب ديال المحامين اللي عارفينهم بأنهم داخلين في إضراب المقاطعة ديال الأعمال ومقاطعة ديال كل ما هو علاقة بالعمل داخل المحاكم. قاضي التحقيق كان أمام أمرين، إما أن يستمع إلى المتهمة وخالها في غياب المحامي، وهذا ما يمنعه القانون، لأن القانون كيعطي الحق للمتهمين كاملين بالحضور ديال المحامين أثناء جلسة التحقيق، وبالتالي تثبت المحامي بأنه خص الحضور دياله. هذا لم يمنع قاضي التحقيق أنه يستمع، لأنه يستمع ما يسمى بالشهود، لأن الشهود ماشي بالضروري يكون عندهم المحامين، لأن المحامين كيكونوا عند فقط عند المتهمين وعند الضحايا، فاستمع الشهود وربما يتطرح السؤال شكون هما الشهود والجريمة أبعد. الشهود هما أصدقاء والصديقات والزملاء، بعض الزملاء والأصدقاء المقربين ديال المرحوم أنوار، اللي ارتأى قاضي التحقيق أنه يستمع لهم وعلى الأقل يوجه لهم الأسئلة اللي من حقه يوجه لهم باش يضيء له التحقيق، مثل مثلا شكون يعرفوا على هذه، فوقاش شافوا، فوقاش كذا، واش كيعرفوا هذه المتهمة، واش لأنهم الأصدقاء المقربين ديالو، لأنه يطرح مثل هذه الأسئلة، هذه المتهمة اللي قتلت واش كتعرفوا، واش عرفوها، واش فايتها، هذه أسئلة اللي تطرح على الشهود من أجل إنارة التحقيق. العديد من الأصدقاء والزملاء ديالو الصديقات استجبوا لهذه الدعوة بأثر، لأن الغاية ديالهم هما إنارة التحقيق باش يوصل لهذه، فحضروا إلى الجلسة حوالي واحد 6 ولا 7 ديال الأصدقاء والصديقات، واستمع لهم قاضي التحقيق وجاوبوا بصراحة على كل أسئلة اللي كانت. اللي يمكن السؤال الكبير، واش كاينه شي معرفه مسبقه ولا واش كاينه شي معرفه اللي هي ديال الضحيه انور الله يرحمه بهاد المتهمه، على حساب النطق ديال المتهم اللي كتقول، على حساب هادي وعلى حساب العائله، بانه يمكن المرحوم انور ماشي يمكن اكيد انه لاول مره كيتلاقى بهذه المتهمه وكيلتقى هكا، يمكن يكون تلقى بها عبر وسائل التواصل، هذا ممكن يحكم عليه الا بعد الاطلاع على وسائل التواصل وعلى ديالو. مع كامل الاسف ان المجرم الذي ارتكبه كان ذكيا، ولكن القانون غيكون اذكى منه، لان مع كامل الاسف انه تم مسح كل المعلومات، كل الاشرطه اللي كاينه في المواقع التواصل ديالو، يعني كيتمسحات ليله قبل في الليل ابتداء من 12 ديال الليل ديال الجمعه اللي كان هو تقتل فيها، بدات كل الوثائق ديالو والمعلومات ديالو في وسائل التواصل كتمسح. وهذا سؤال اخر يطرح، علاش تمسحات ومن مسحها وشنو الهدف من مسح منها، وشنو هذا اللي مسح داكشي شنو بغى يخبع. نجد ناكدوا ان لنا ثقه في قاضي التحقيق، وبان التحقيق يلاه دابا الجلسه الثانيه، وانه التحقيق يمكن يطول شي شويه، وهذا الطول ديالو ما كيخدم حتى شي واحد، خاصه العائله كانت اليوم الام ديالو حاضره باش تستمع واللي يستمع ليها، هذا كانت الام حاضره، وانتم شفتوا الام في وضعيه ماشي هي هذيك، وبعد ذلك مباشره بعد الجلسه ما عطيناكمش التصريح مباشره، لان مباشره بعد الجلسه التحقت بالطبيب النفساني الذي يتابعها من اجل العلاج ديالها. واش كتعتقدوا كاين شريك في الجريمه حسب الاعتقاد ديالكم؟ انا شخصيا نستبعد، وهي في المغرب لا يمكن ان تستبعد، في الواقع ممكن نستبعد كل الاستبعاد بكيفاش دازت الجريمه والبنيه الجسديه ديال المرحوم انور، نستبعد ان القاتل يكون واحد، ولكن كل شيء ممكن في عالم الجرائم، كل شيء ممكن نستبعده. وانا كنقولوا عندنا ثقتنا بان الحقيقه ستظهر، بان الحقيقه عتبان،
غير نتمنوا الحقيقه تبان بكري، لان شحال ما تاخرت هذا. وفي نفس الوقت ما باغينش التسرع، بغينا السرعه وماشي التسرع، لان التسرع يمكن يعطينا مظلومين، وحنا ما بغيناش مظلومين، حنا بغينا الحقيقه، كل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. وشكرا لكم كمواقع على هذه المتابعه، وشكرا لكم اللي كتقصيوا الاخبار من مصادرها، وشكرا.